في رسالة يعني تتعلق بموضوع السكر هقراها. آدم حبيب ماما: السلام عليكم، بنتي عمرها 18 سنة، مريض سكر، وزنها 67، ومش كانت 67 ومن سنة كانت 57، مش بينزل ومش بتلخبط الأكل، عملنا تي اس اتش اللي هو بتاع الغدة، وجسمها منفخ، ممكن حضرتك تفيدنا؟ اه طبعا ممكن افيدك جدا جدا. بصي بقى، حكاية الزلال هقف عندها، هي دي اللي تهم قوي قوي قوي. يعني احنا قلنا مضاعفات السكر بتقع على جهازين كبار جدا، الجهاز العصبي تعمل التهاب في اطراف الاعصاب، تنميل وخذلان، وساعات يبقى متعب جدا يعني بيتعب العيان. بس طبعا هقول كلمة يعني بايخة شوية، هو ملوش حل، ممكن نقلله شوية بس ملوش علاج جذري، تنميل تبع اطراف الاعصاب ده. والجهاز التاني اللي بيقع عليه المضاعفات الجهاز الدوري، خاصة الشرايين مش الاوردة، فالشرايين بتضيق. احد الشرايين التي تصاب هي شرايين الكلى، احد الشرايين التي تصاب شرايين الكلى. انا عندي مصفى، انا قلت لكم في مليون مصفى في الكلوة دي ومليون مصفى في الكلوة دي، ففي شريان داخل بيصفي وشريان خارج. تخيل معايا بالظبط صينية فيها طماطم، مصفى فيها طماطم وبتعصر، اللي بينزل هو العصير واللي يتبقى هو القشر والبذر. هذا ما يحدث في الكلى بالظبط، الدم يخش يتعصر يتصفى فالمية تنزل، لكن يتبقى القشر والبذر. البذر هو الخلايا، البذر هو الخلايا، الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والصفائح الدموية، ما تنزلش زي بذر الطماطم ما ينزلش من المصفى. والقشر هو البروتينات، بروتينات الدم ما تنزلش خالص في الإنسان الطبيعي. طب السكر يعمل إيه؟ أنا عندي شريان داخل وشريان خارج، والشريان الداخل بيدخل دم عشان يتصفى، واللي خارج ياخد الدم بعد ما تصفى. السكر يصيب الشريان الخارج بالضيق. قال له الله، ده انت دمك تقيل قوي يا اخي، طب ما كنت تصيب اللي داخل. قال لك لا، انا مزاجي كده، يصيب الشريان الخارج. طب لما الشريان الخارج اضيقه يبقى ضغط الدم في المصفى عالي، انا مدخل دم ما بخرجوش، زنقه. فلما يعلى ضغط في المصفى تنزل القشر بقى، القشر ينزل. انا بقى بعصر طماطم برجل فيل، ضغط عالي فينزل البسر. هذا هو زلال البول، البروتينات هتظهر مع البول اللي ما كانتش مفروض تظهر. ده دليل قوي جدا ان الشرايين اصيبت بعنف. يعني لما يجي لي عيان سكر وعنده زلال في البول واقول له روح اعمل رسم قلب بالمجهود، يتعجب، يتعجب جدا، يقول لي ده دكتور ده انا كلى، مشكله كلى. اقول له ده دليل ان الشرايين وحش، يلا نتمم على الكل. اهم واحد نتمم عليه شرايين القلب، فلما نعمل رسم قلب مجهود انا مش خسران حاجه، طلع ايجابي خلاص يبقى شرايين القلب اتاخدت، وهيحتاج قسطره وهيحتاج علاج. عملت قسطره بتحليل بول، عملت قسطره بتحليل بول، ظهور الزلال في البول لمريض السكر يدل ان الشرايين ابتدت تتاثر بالسكر. تتاثر بايه؟ بالضيق. السكر ياخد شرايين الكلى، الخارج هو اللي ضيقه ويسيب الداخل، فالدم داخل لقى السكه مسدوده، الضغط يعلى قوي في المصفى، الضغط عالي، بدل ما ينزل العصير بس نزل معاه شويه قشر، وهو زلال البول اللي احنا بنتكلم عليه. وبالتالي البنت دي بتقول لي عندها زلال في البول، دي لازم تكشف وتكشف جيدا. الكلى، وظائف الكلى شكلها ايه؟ وظائف الكلى ما جبتيش سيرتها، عندنا كذا اختبار لوظائف الكلى، هل الكلى سليمه؟ البنت دي ماشيه صح؟ ماشيه بالعلاج مظبوط؟ الدواء اللي انت بعتي تقولي عليه فعلا احنا بنكتبه
لحماية الكلى فعلا بنكتبه، بس لازم تبص كويس جدا جدا جدا. الأهم والأهم بقى، ألا يمكن بيتي حاجة تتسرق منه؟ سهلة. طب أنا عندي راجل شغال حرامي، حرامي وعارف إنه حرامي وأنا بشغله عندي، لما حاجة تتسرق يبقى مين اللي خدها؟ كله هيجاوب الشغال اللي عندي الحرامي. أقول لك لأ، مش شرط، مش شرط. أي حاجة هتحصل في البنت دي هتقولي ده من السكر، قد يكون زلال البول لسبب آخر. طبعا الأرجح أن يكون السكر اللي عامله، أنه قد يكون سبب تاني خالص. لازم تكشف عند حد كلى كويس، قد يصل بيه الأمر أنه ياخد عينة من الكلى عشان يشوف القصة شكلها إيه. فبالظبط زي ما حاجة تنقص وإحنا نتهمها في واحد، مش شرط، مش شرط أبدا أن هو يكون خدها، ممكن مرضين يتقابلوا في مريض واحد، هو عنده سكر لكن عرضة لكذا وكذا وكذا وكذا. فالبنت دي آدم حبيب ماما، لازم ايه تكشف كويس جدا جدا وتشوف وظائف الكلى. دي اهم حاجة، القلب اخباره ايه، المخ اخباره ايه، الاطراف، الاطراف يا اخوانا لا تنسوا الاطراف، ايدك ورجلك، لان كل القدم السكري منتشرة، والقدم السكري بتبقى غلطة جزمة ضيقة او بتقص ضوافرك. تقولي طب اقص ضوافري، طب ما الناس كلها بتقص ضوافرها. اقول له خلي بالك انت عندك التهاب اطراف اعصاب، يعني ما بتحسش، يعني ما بتحسش المقص لو كل من اللحم، مش هتحس، مش هتحس. انت بتقص ضوافرك، ده انا ساعات اقول للعيان اوعى تقص ضوافرك، اوعى تقصها، او خلي حد يقص لك ضوافرك، لان انت مش هتحس وانت بتاكل في اللحم، لان ده ظاهره لالتهاب اطراف الاعصاب مهمه جدا جدا. دي ادم النصيحه اللي انا بقولها لك.